نحن أبناء الزنتان المجاهدة التي سطرت التاريخ عبر الأجيال. تبارك اليوم انتصارات الجيش العربي الليبي في تحرير طرابلس من الميليشيات الإرهابية المسلحة، وتجدد دعمها الدائم لقواتنا المسلحة العربية الليبية في محاربة شداد الإفاق من الميليشيات الإرهابية ومن الأخوان والمقاتلة وأشرار بنغازي ودرنا الذين يحاولون الوقوف أمام الزحف المقدس لتحرير طرابلس من تلك الميليشيات العميلة والماجورة. وكذلك نحذر نواب الزنتان من مغبة الانضمام إلى حكومة الفرقاط العميلة والوقوف ضد زحف الجيش لتحرير طرابلس، وسوف يكون ردنا أقوى في المستقبل، وذلك بتجميد عضويتهم في مجلس النواب. المجد والخلود للشهداء والعزة لهم، والخزي والعار للخونة والعملاء. إن أبناء الزنتان مع القوات المسلحة وقوفا تاما من أجل تحرير كل بقاع ليبيا من براثم الميليشيات الإرهابية، من تجار السلاح وتجار الاعتمادات ومهربين الوقود ومهربين الهجرة الغير شرعية. الله أكبر، الله أكبر، والنصر للقوات المسلحة العربية الليبية.